مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. اليوم متواجدين في مدينة الجمال خورفكان، وبالتحديد في حديقة المطلع. خلكم ويانا وتابعوا معنا هذه الجولة. هي جنات الله في أرضه، يتمتع بها الناس ويرفهون فيها عن أنفسهم ويهرعون إليها كلما ضاقت صدورهم أو تعبت أعصابهم، فيجدون في رحابها وتحت ظلال أشجارها الراحة والهدوء، ويشعرون فوق مروجها ومسطحاتها الخضراء وبين أزهارها وورودها بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويتأملون في بديع صنعه. مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم في جولتنا في حديقة المطلع في خورفكان. معانا الآن أحد زائرين هذه الحديقة. يا مرحبا بك أخوي. مرحبا أخوي. عرفنا بنفسك في البداية. سعيد الخوري، كاتب وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ومن أهالي خورفكان. ما شاء الله. إنزين سعيد، شو تسوي في هاي الحديقة بالضبط؟ خبرنا. والله قاعد أستمتع شوية بالهواء الطلق هني، وطبعا هني مكان هادي، فقلت أخذ لفة شوية مع الأهل. يعني هل الهدوء اللي هني يجيب لك الالهام في الكتابه؟ طبعا اكيد، هني وايد انا من الزوار اللي ازورها كذا مره. يوم ارجع هنا الويكند من ابو ظبي من الدوام، اي ارتاح الصراحه هني، تسترخي هني، تسترخي هني بروحك ولا حد وياك؟ لا لا، مع العائله اكثر شيء. مع العائله هنا. وشو الاشياء اللي تسوونها في الحديقه؟ الاشياء هو شو الاشياء الكثيره اللي هي موجوده. قبل كان اشياء بسيطه، حاليا زادوا القطار، عدلوه شويه، الالعاب زادوها، الاطفال وايد يستانسون هني يتمشون، فيعني عسبتي انا وايد مرتاح هني. تتغدى هني احيانا ولا لا؟ اكيد اتغدى هني احيانا. تتعشى هني الظهر؟ العشاء احيانا عاده. تم بعد تتغدى وتتعشى البيت، عيل ما منه فايده. زين، شو بعد خبرني، شو الاشياء اللي اكثر تمارسونها في الحديقه؟ كلمني اكثر عن حديقه الخور بما انك يعني من مرتاديها في استمرار. شوف، حديقه المطلع من غير ان فيها القطار وفيها الالعاب، لمة الناس هني، في ناس كثيرة نشوفهم هني ما نشوفهم برا، الأهل يتجمعوا هني، الأكثرية نشوفهم، اللي ما نشوفهم برا نشوفهم هني داخل في هالحديقة. أيوة، مكان يجمعنا كلنا، يجمع الأهل كلهم هني، فنقعد نسولف ويا الشباب ويا الآباء، الحريم يقعدون بروحهم يسولفون. من غير هذا الأطفال يلعبون، في زحلاقية، في ألعاب متنوعة، في هذا الشاحوف يسمونه ولا هذا، المهم هذا هو الشاحوف. انزين والحمد لله. انزين، ازعاج؟ ما في ازعاج ابدا، هالاشياء اللي تجذبني انا. تحس في الخصوصيه احيانا اكثر هنا، لان الحديقه حديقه عائليه مش عامه للكل، فقط للعوائل، فهذا جدا ممتاز، جدا متميز ان نقعد هنا مع العوائل، بين العوائل. يعني اضافت لكم الحديقه او الحدائق اللي موجوده في خورفكان اللمه والجمع، ان في اشياء، في اشخاص ما شفتوهم وتتلاقون وياهم هني. صحيح، هاي طبعا حديقه من حدائق في خورفكان. سعيد، زين عطنا رساله للي ما زار هالحديقه، شو تقول له؟ والله رسالتي هي ان من غير الشوارع في خورفكان، في بالحديقه المطلع مكان يجمع العائله والاطفال ككل، كمكان خاص وجميل وممتع. شاكرين لك سعيد على هذا الكلام الرائع وهاي الاستضافة الجميلة. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم في حديقة المطلع، خلكم ويانا. وياك خالد عبد الله الخوري. يا مرحبا بك خالد. خالد، خبرنا شو الأجواء في هذه الحديقة؟ والله جوا وناسه، تنفع حق العوائل، يعني حق الصغاريه، وهذا احسن في هاي الحديقه. يعني زين، دائما تستمر في زياره الحديقه ولا لا؟ والله دائما كل ويكند نجيب اليهال والصغار، نقعد العائله ونقعد نستانس. شو الاشياء اللي تسويها في الحديقه؟ والله نلعب، تعرف عند الصغاريه سياكل وهذا، والألعاب اللي موجودة وهذا. الحديقة تحس فيها تطور كيف كانت قبل وصارت الحين؟ أكيد أكيد التطور، زيارة الألعاب، الكافتيريا والأشياء الموجودة يعني، والنظامات يعني، والأجواء العائلية في الحديقة كيف؟ والله أحسن، أفضل أفضل أنك تقعد، يعني تجيب الصغارية أفضل أنك تجي الحديقة من تروح على الكورنيش. ليش؟ لأنها مصورة
ما يقدر الصغير يعني يطلع على الشارع سيفتي يعني. سيفتي يعني ممتاز. وشو بعد تحس فيه الحد يعني في حدائق اخرى ايضا في غرفة كان، هاي الحديقة شو اللي يميزها؟ والله ليش تتواجد في هاي الحديقة بالذات؟ انه هذه عائلية يعني قريبة لكل شيء يعني. ممتاز، شاكرين لك هذه الاستضافة الجميلة اخوي. متابعينا الكرام مستمرين معاكم، خلكم ويانا. سلطان حمادي من اهالي مدينه خرفكان. والنعم فيك. ليش هاي الحديقه وشو اجمل الاشياء اللي شفتها في هاي الحديقه؟ والله الحديقه مثل ما تقول هي المتنفس في مدينه خرفكان اللي هي اللي تقع على البحر بحكم موقعها الجغرافي ان هي الافضل متنفس حالي موجود في مدينه خرفكان. وطبعا الحديقه فيها موجود مثل ما انت شايف ملاحظين المشاهدين يلاحظون شيء ان فيه بعض الالعاب البسيطه اللي يعني عنصر جذب للاسر، لأن الأسرة يوم بتي خاصة اللي معهم أطفال وهذا يعني أهم شيء عندهم في المرافق الترفيهية الموجودة في الحديقة. والحمد لله أن يعني الحكومة ما مقصرة من هالجانب أن في المرافق الترفيهية من الألعاب والأشياء الإيجابية اللي فيها. ممتاز. إنزين والأجواء العائلية كلمنا عنها، كيف تقضي وقتك مع العائلة هني في في الحديقة؟ هي بحكم بعد المسافة حكم العمل وهذا فان تعرف ان عندك ايام محدوده اللي تقضيها مع العائله هنا، فمن الافضل الاماكن يعني تبعد من جو البيت والجو هذا، الافضل الاماكن هي الاماكن المفتوحه، الحدائق العامه مثل المرافق السياحيه الموجوده في المدينه نفسها، فهي من افضل الاماكن يعني تزيد الالفه مع العائله بحكم الابتعاد الوظيفي. فعندك اللي هو اليومين هذيلا، فاليومين هذا الحال قد ما نقدر نستغلهم مع العائلة مع الأطفال مع هذا. وأنتم ما شاء الله في الخور عندكم كثير من الأماكن إن تقدر إنك تطلع فيها مع العائلة، عندك الكورنيش، عندك أكثر من حديقة، بس ليش هاي الحديقة بالذات؟ يعني هاي الحديقة أشوفها كثير مزدحمة في أيام الويكند. فعلاً مثل ما قلت لك بحكم موقعها الجغرافي اللي هي قريب يعني من عصفورين بحجر، قريب البحر. قريب البحر يعني سواء عندك تقضي فترة وقت معين تقضي على البحر مع الأطفال هذا، بترجع بعدين تخلص من البحر بتجربهم من الحديقة هذه، لأن هي تقريباً موقعها يعني كثير موقعها الجغرافي تقريباً 80% يعطي من جمالية الحديقة للموقع الجغرافي. ممتاز. وكيف كانت الحديقة قبل وكيف صارت الحين؟ في تغييرات ولا لا؟ هي تغيرت كثير يعني لو بتقارنها ببداية الحديقة، بداية الحديقة كانت بدايتها يعني من الناس اللي عصرت الحديقة من بدايتها. بداية الحديقة كانت مجرد مساحة مسطحات خضراء يعني ما فيها أي شيء. فالحمد لله الحين صارت فيها الألعاب الترفيهية للأطفال من أهل الألعاب الحركية والألعاب الكهربائية انضمت الفترة الأخيرة. المطعم الموجود فيه المرافق الإيجابية اللي فيها إنه يعني كمتنفس حلو يعني للعائلة والأطفال. ممتاز. رسالة تقدمها للي الأشخاص اللي للحين ما زاروا حديقة المطلع في الخرفكان؟ والله خاصة أغلبية الزائرين خرفكان وبالأخص الساحل الشرقي الكبرى، إن أغلبية الزائرين يجون من أبو ظبي من دبي من جميع الإمارات سواء مواطنين أو مقيمين. ممتاز. فيكون عاكسين الفكره اللي عندهم ان الناس اغلبيتها متجهه للاماكن المعروفه، يعني في اماكن خاصه الساحل الشرقي فيها اماكن كثيره مزدهره. اكيد. يعني بس تنطر حد انه يبرزها للعالم. أكيد. فانا اذا ما برزتها انا وما تكلمت، والدور الاول هو تقريبا الاعلام. أكيد. يعني انت الاعلام مثل ما تقول الشيء الرساله الاساسيه اللي عندكم ابراز المعالم السياحيه. أكيد. ومن ضمن هاي الحديقة فأنصح كل شخص يعني ويحب الهدوء ويحب الراحة يجي حديقة المطلع في خرفكان. أكيد. شاكرين لك هذه الاستضافة الجميلة. مشاهدينا الكرام مثل ما قال أخوي إن حديقة المطلع للاسترخاء والأجواء العائلية، تابعونا وخلكم ويانا مستمرين في هذه الجولة. تعتبر الحدائق من الناحية الصحية الرئات التي تتنفس من خلالها المدن، وزيادة مساحات الحدائق تعني البيئة الصحية للإنسان
والفن الراقي والذوق الرفيع للشعوب، كما أنها تعلم الإنسان النظام وتدعوه إلى احترام قدرة الخالق فيما خلق بالمحافظة على ما بها من نباتات، كما أنها تساهم بقدرة كبيرة في توطيد الروابط الاجتماعية بين الناس حيث يلتقون ويتعرفون بها على بعضهم. مستمرين إياكم مشاهدين الكرام في جولتنا في حديقة المطلع في خرفكان، معنا إحدى زائرات هذه الحديقة، يا مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. إنزين، شو رأيك في الحديقة؟ الحديقة ما شاء الله ما عليها كلام، وإحنا من المترددين دائما عليها، أنا والعائلة والعيال دائما ما شاء الله نحب نزور هالحديقة. شو أجمل الأشياء اللي شفتيها في حديقة المطلع؟ متوفر فيها ما شاء الله جميع أنواع الألعاب وأماكن للعوائل وأماكن للشوي وأماكن للترفيه. ودائما تكونين متواجدة هنا؟ يعني ما شاء الله بشكل متردد، إحنا دائما مترددين على هالحديقة. وشو عن الأجواء العائلية؟ ما شاء الله العائلة وايد يحبون يجون لهالحديقة ويحبون يشوون فيها، والتجمعات العائلية في المناسبات دائما إحنا موجودين. بما أنك دائما تقولين أنك مترددة على الحديقة، كيف كانت الحديقة قبل وكيف صارت؟ في تغيير؟ وايد فرق، وايد تغيير. أول كانت وايد بسيطة، كان مجرد اللهم أشجار وجلسات يعني بسيطة، بس الحين ما شاء الله صار فيها ألعاب، صارت فيها فعاليات، صارت فيها أسواق، فيها أماكن. يعني الأجواء اللي هني أجواء عائلية تجذب ما شاء الله جميع السياح. جميل. رسالة إلى الجمهور اللي للحين ما زار حديقة المطلع، شو تقولي لهم؟ والله أنصحهم إن شاء الله يجون هالحديقة ولا يترددون أبداً في الحضور. أشكر لك هاي الاستضافة الجميلة. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم في جولتنا في حديقة المطلع، خلكم ويانا.